We honorably welcome all the participants that came from different countries and cultures to our competition. We appreciate your participation and hope you enjoyed your stay in the competition and hope to see you every year in our tournament. هنا في فندق البقيعة وتحت رعاية حركة الشبيبة الدرزية في إسرائيل واتحاد الشطرنج الإسرائيلي. قلوبنا تهتف للقاء وأفئدتنا تنبض إصرارا نحو الفوز قدما نحو النجاح. رخيمة بقيم لبكعين بكالبول لبلوم بكعين بكراق لحبسين يا طير مدحينين نبدأ اللعبة بالنجاح. خمسة أيام من التحدي والمنافسة في لعبة الشطرنج، لعبة من أكثر الألعاب عراقة وتشبعا بالفكر والثقافة. في لحظات مزجت ما بين الرياضة والفكر العلمي والعناصر الفنية. اللعبة التي جمعتنا هنا دون اعتبار لحواجز اللغة أو العمر أو النوع أو الجنس أو القدرة البدنية أو المركز الاجتماعي أو المكان الجغرافي. نختتم اليوم بطولة الشطرنج الدولية والتي ابتدأت يوم الاثنين في 24 من شهر تموز، والتي اشترك فيها اللاعبين على اختلافهم محترفين ومبتدئين من جميع أنحاء البلاد ومن 6 دول مختلفة: المملكة الأردنية، الولايات المتحدة، بولندا، أوكرانيا، روسيا، وإسرائيل. إحنا عبر هاي اللعبة عم نوصل رسالة السلام وعم نوصل عدة إمكانيات للاعبين إنهم يتقدموا ويتطوروا في حياتهم. تعددت نقاط الاختلاف لتنكسر في هذا اللقاء. قبل التحدي حضرت المتعة، قبل المنافسة حضرت الإرادة. شكر خاص لمؤسسي حركة الشبيبة الدرزية عضو الكنيست السيد حمد عمار ونائب رئيس الحركة الأخ أمير علي ودكتور نائل عزام على دعمهم للنوادي وجميع الفعاليات. شكر للقائمين والمشرفين على المباراة مركزة الشطرنج في حركة الشبيبة الدرزية الأخت نهاد عامر، مدير ومنظم المباراة الحكم الأخ وافي خير، الحكم الدولي الأخ أندري جوربانو، ومساعد الحكم الأخ شون لافيتان على إنجاح البطولة. ستبقى حركة الشبيبة الدرزية تجمعنا في جميع المجالات الفكرية والثقافية.